البداية من مخيمات تيندوف جنوب الجزائر، حيث عاد بداية هذا الأسبوع قرابة 120 شخص ينحدرون من قبيلة أولاد تدرارين إلى استئناف الاعتصام الذي كانوا بدأوه السبت الماضي أمام مقر ما يسمى بالأمانة العامة لجبهة البوليزاريو بالرابوني. الحركة الاحتجاجية للتذكير تدين تورط قيادة الجبهة الانفصالية في تنظيم فرار المدعو ديدي ولد عثمان بامبا مؤخرا من سجن أذهبية، حيث كان يقضي حكما بالسجن المؤبد منذ إدانته عام 2004 بقتل ابن عمومة المحتجين ولد البخاري بامبا الذي كان يعمل تاجرا بمخيم أسمارة. وخلال هذا الاعتصام ردد المحتجون شعارات تطالب بتحقيق يكشف ملابسات عملية الفرار، كما اتهموا مسؤولي جبهة بوليزاريو بتهريب ديدي ولد عثمان بامبا رفقة شريكه في عملية القتل إيديه ولد محمد لغضف إلى شمال مالي للالتحاق بالجماعة الإرهابية المعروفة بمنظمة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وذلك في إطار مخطط تقف وراءه المخابرات الجزائرية بهدف اختراق هذه الجماعة. وقد حاول المحتجون اقتحام مقر ما يسمى بالأمانة العامة لجبهة البوليساريو، غير أنهم منعوا من ذلك من قبل ميليشيات الجبهة الانفصالية التي حاولت تفريقهم بالقوة، ما دفعهم إلى تنظيم مسيرة في اتجاه مقر ما يسمى بوزارة الخارجية، حيث أنهوا حركتهم الاحتجاجية السلمية.